إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم طريقنا إلى الله. طريقنا إلى الله مع فضيلة الدكتور علي جمعة. الإعداد والتقديم أحمد بشتو. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نطوق فيها مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بين شموس الصوفية في مصر. فضيلة الدكتور، توقفنا في الحلقة الماضية عند بداياتنا في حكاية السلطان الحنفي، أرجو أن تتفضل بالاستكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلطان الحنفي هو شمس الدين محمد ابن الحسن، وكان من نسل سيدنا أبو بكر الصديق، فكان الصديقي، وكانت هذه العائلات والأنساب محفوظة وواضحة المعالم حينئذ. كان هناك من أبناء سيدنا عمر عائلات كبيرة، ومن سيدنا أبو بكر عائلات كبيرة، وما زالوا موجودين إلى الآن، وكلهم الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي. بعضهم جاء في ذات نفس الفتح وبعضهم جاء بعد ذلك، لكن على كل حال أنسابهم محفوظة، لأن بعضهم ورد إلينا من الشام، بعضهم ورد إلينا من العراق، بعضهم ورد إلينا من الحجاز، وليس دائما مع الفتح الإسلامي، إنما بعد الفتح الإسلامي جاءت كل هذه العائلات إلى أم البلاد وغوث العباد كما قال عنها سيدنا نوح. الشمس الحنفي محمد بن الحسن ولد سنة 775، يعني في القرن أو في الربع الأخير من القرن الثامن الهجري. ذهب إلى الكتاب كشأن الأولاد في حفظ القرآن، وكان حفظ القرآن يصحح لغتهم، فيصحح تفكيرهم، فيصحح عقيدتهم، فيصحح مشيهم في الحياة. هذه الخطة التي اتخذها المسلمون عامة والمصريون خاصة. وجدنا زميله في نفس المكتب ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، وهذا يدل على ما أشرنا إليه قبل ذلك، أن الشمس الحنفي بيمثل عندنا قمة من قمم التصوف. الشمس بعد ما تلقى ما يناسب من العلوم ابتدى يبيع الكتب. كان بيع الكتب جزء لا يتجزأ من حمل المعرفة، أنك تنسخ كتاب بيدك وتكون ناسخا كاتبا، إذن فأنت متصل مع أهل العلم. أنك تبيع الكتاب، أنك أنت تبقى أمين مكتبة، أنك أنت تؤلف الكتاب. كان كل هؤلاء، يقول حاجي خليفة، يدخل في الجنة في الكتاب 10، ومنهم بائع الكتاب. فكان الشمس الحنفي يبيع الكتب حبا في العلم ومزيدا من المعرفة. طبعا القطبي العالم بتتاح لي مساحة ضخمة من الكتب لا تتاح لغيره، لأنه ترد إليه الكتب يقرأها ثم يبيعها، ولا تخزن عنده، لا تحتاج إلى مكان، لكن في نفس الوقت هو له اطلاع عليها من كثرة سؤال طلبة العلم لها ومن معرفته الشخصية بها. جاء أحد أولياء الله الصالحين وقال له: هل هذا مكانك أن تبيع وتشتري وتهتم بالأمتعة وكذا إلى آخره؟ مكانك العبادة. وقع هذا الكلام في قلبه، وكأن
كأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه هذا الشخص لإرشاده. فدخل في خلوة طويلة، وبعدما ترقى في هذه الخلوة مع نفسه وفي أذكاره رأى المرائي الكثيرة التي تأمره أن يعود إلى الناس للنفع ولعمارة الدنيا ولتعليم الخلق ولإخراجهم من مما هم فيه من تعب ونكد وكدر ومشاغل الدنيا إلى نور الهداية ونور الذكر ونور التصوف. فنزل إذن هذا الرجل كان عاملا، كان عابدا، كان عالما، وليس عالم فقط ولا عالم عامل فقط ولا عابد فقط، لا هو هذا المجموع بكله. نزل الشمس الحنفي لمواجهة الناس، فإذ يلقي الله محبته في القلوب، كل الناس بتحبه ومش عارفينه بيحبوه ليه، اللي ليه علاقة والذي ليس له علاقة معه، لدرجة أنه كان السلطان في زمنه يقول أتمنى لو أمرني أن أمثل بين يديه، يديني موعد بس علشان أجي وأقعد بين إيدين السلطان الحنفي يوعظني يدعي لي يرشدني، يعني يعمل كده هو. فده بقى من عند الله، من ولذلك سمي سلطانا، ولذلك سمي سلطانا لأنه كانت له كلمة العليا على كل موظفي الدولة وبما فيهم السلطان الكبير حاكم البلاد. يعني كان السلطان الحنفي له شفاعة، فلو أنه هو تشفع لأحدهم أو يعني طلب منه طلبا لمصلحة الناس وكذا. في هذا الوقت كان المماليك لسه مفتروش قوي، لكن بالرغم من أنهم كانوا لسه مفتروش كانوا بيعظموا العلماء جدا. ورأينا قبل كده في القرن اللي قبليه سلطان العلماء العز بن عبد السلام بعد سلاطين، فامتثلوا قالوا له إذا كان الشرع كده نعمل. عرض المماليك على السلطة على البيع كي يعتقوا ثم يولوا السلطان ثم يرجعوا مرة تانية أحرارا قابلين شرعا للولاية. السلطان الحنفي كان له كلمة على الجميع، على العوام وعلى السلطان وعلى عموم الناس. وهذه حكاية شيقة أيضا نستكملها فضيلة الدكتور في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع طريقنا إلى الله مع تحيات أحمد بشتو وهيام فاروق.